موسيقية غنت بثقافة عريقة تربط بين الأندلس وشمال المغرب، نسجت فوق خشبة دار الثقافة بتطوان، وقف لها الجمهور الحاضر تقديراً وإعجاباً. هي موسيقى تجمع في آن واحد بين ثقافة عربية وغربية، فالعرض فعلاً نال إعجابي، إنه رائع. إنه عرض رائع، فهو مزج بين الموسيقى الإسبانية والمغربية العربية، استعملت فيها أدوات موسيقية مختلفة. الناس تطوان ما كيجيهمش الفلامينكو شي حاجة بعيدة عليهم، كنظن حتى واحد ما كيجيه الفلامينكو شي حاجة. الفلامينكو هو عواطف، هو إحساس، هو نداء، هو ألم، يعني أي واحد كيسمعه كيحس بحال أنه شي حاجة ديالو. سحر هذا العرض الموسيقي كان وراءه أنامل عازف القانون الأستاذ محمد رشدي المفرج، وداني مورن أحد المعازفي الفلامينغو برفقة العازف العالمي كولبرتو كارسا. الفكرة أنه كل واحد عطى واحد مجموعة الأفكار ديالو، كتبقى المصاحبة ديال الجيتار هي اللي كتعطي الريتم وكتعطي، لأن ما كاينش آلات إيقاعية ما مضفاش كاع، سيرتو كيخصهم في الفلامينكو كاين الكاخون، كاين اللي كاطاني لاس، كاين بزاف الأمور. ألو حنا بالنسبة لنا ما كانش عندنا خيار أننا ضروري خصنا نخدموا على لي ميلودي. هناك فرق في طريقة العزف، لكن الأنغام متشابهة، فبالرغم من أن الفلامينكو يميل إلى ما هو درامي عكس الموسيقى المغربية، فهي مليئة بالأمل والفرح. مهرجان فلامينكو طرب في دورته الأولى سيختتم مساء يوم غد تحت إيقاعات تعيد الجمهور التطواني بعرض سيجمع بين العزف والغناء والرقص.